من هو النجاشي؟ مع اشتداد العذاب الذي لقيه المسلمون من المشركين في قريش، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكان هذا في السنة الخامسة للبعثة. فهاجر أول فوج إلى الحبشة في تلك السنة، وكان مؤلفا من 12 رجلا وأربع نساء، وكان أبرز من هاجروا عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله. وقد حاولت قريش اللحاق بهم، ولكنهم أوغلوا في البحر ولم يعد هناك سبيل للحاق بهم. فوصلوا إلى الحبشة ولقوا ما لقوا من الكرم والأمن والأمان وحفاوة الاستقبال في تلك البلاد. تلك البلاد ملكها هو النجاشي، هو أحمص بن أبجر النجاشي، هو إمبراطور وملك من ملوك الحبشة، هو نجاشي الحبشة. حكم تلك البلاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تولى النجاشي حكم الحبشة وهو ابن 9 سنين، وذلك بعد موت عمه. وبعد أن استلم الحكم نشر العدل وانتشرت قصصه الطيبة في كل أركان بلاده. وجدير بالقول أن كلمة النجاشي كلمة عربها العرب، وهي لقب من حكم الحبشة، وهي مملكة أكسوم الواقعة شرق أثيوبيا وأريتريا اليوم. وهذا اللقب يشبه لقب قيصر عند الرومان ولقب كسرى عند الفرس. وتقول الروايات أن النجاشي ملك الحبشة أسلم في نهاية الأمر بعد أن استقبل وفود المسلمين المهاجرة إلى بلاده، وقد استقبله بصدر رحب وحماهم وحفظهم حتى عادوا إلى ديارهم. توفي النجاشي في السنة 9 للهجرة، وهو الشخص الوحيد الذي صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب بعد موته. وهذا ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم قد مات. قال: فصلى بنا فكبر 4 تكبيرات، ثم قال: هذا أصحمت النجاشي. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط. فأنزل الله تعالى آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، الآيات كلها. وقد توفي النجاشي في السنة 9 للهجرة، والله تعالى أعلم. ثبت في الصحيح أن النجاشي أصحم أسلم وآمن بالله وبرسوله بعد أن كان نصرانيا، ويستند العلماء في مسألة إسلام النجاشي ملك الحبشة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء في صحيح البخاري، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم 4 تكبيرات. ومن هذا الحديث يمكن الاستدلال على إسلام النجاشي، فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته تدل على دخول النجاشي الإسلام، كما يعتبر هذا الحديث الذي ينص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بعد موته ودون حضور الميت يعتبر دليلا على صحة صلاة الغائب في الإسلام. والله ورسوله أعلم.